تحت رعاية سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، اختتم الملتقى الإعلامي العربي فعاليات دورته 16 بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي تحت شعار الإعلام متغيرات الصناعة، وسط مشاركة عدد من وزراء الإعلام ونخبة من الإعلاميين العرب الذين بحثوا قضايا الإعلام ومتغيرات الصناعة الإعلامية، حيث أكد ممثل راعي الحفلة وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري ضرورة الاستثمار في مجال صناعة الإعلام نظرا إلى أهميته في بناء الفكر الإنساني وخلق أجيال قادرة على تحمل مسؤولياتها الوطنية. لقد أضحت صناعة الإعلام والاستثمار فيها أكثر أهمية في وقتنا الحاضر بما تمثله من استثمار في بناء الفكر الإنساني لخلق أجيال قادرة على تحمل مسؤولياتها الوطنية بفكر مستنير ورؤية خلاقة من أجل قد ينعم فيه عالمنا العربي بالاستقرار والتنمية، بعيداً عن أفكار الغلو والتطرف والكراهية والإرهاب، والذي يأتي باستطلاع المؤسسات الإعلامية الرسمية الخاصة بدورها في تطوير صناعة الإعلام التي تمثل شعار هذه الدورة. الحضور الكريم، أن التطور المتسارع في صناعة الإعلام والاتصالات خلق جيلاً جديداً من وسائله العابرة للحدود لإعلام إلكتروني غاية في الخطورة من حيث سرعة الوصول والتأثير واتساع رقعة الانتشار، تأتي في مقدمة وسائل التواصل الاجتماعي التي جعلت من غير المختصين إعلاميين وصحفيين، وفتحت الباب على مصراعي أمام كل من يريد التعبير عن رأيه، وهو ما يفرض على المؤسسات الإعلامية تنمية وتطوير المهارات وتعزيز المستوى الإعلامي والثقافي للعاملين بالمؤسسات الإعلامية.